هي النظافة ثقافة مجتمع راقي، وأنا نحب النظافة بالبزاف وحابة بلادي تكون نظيفة. مرحبا واضح، معكم نفيسة صاحبة مؤسسة نظافة الصيانة والتطهير. البداية تاعي كانت صعبة بالبزاف، الأبواب كامل مقفلة، ما لقيتش اللي يعاونني. اقتحمت هذا المجال بروحي أنا شخصيا بقدراتي سي نورمال وبقدرة ربي سبحانه. كاين بزاف ناس قالوا لي ما تقدريش عليها، والرجال ما قدروا لهاش، كيفاش انتي تقدري لها؟ بصح أنا راني مقتنعة باللي نقدر لها والحمد لله على كل حال. سورتو في الاعوام الاولى، يعني من اللي خرجت العتاد نتاعي، بقيت حوالي عامين بدون عمل بدون جدوى، قاعده نجري من ما كاين والو. من بعد الحمد لله يعني لقيت عمل وبديت نعمل. المجتمع مع الاولى كي شافني بقى كانت متعجب شويه، كان يجي يسقسي واش راهي دير هذه هنايا، كيف راهي مع كاميو تاع كوبالا، اسك خدامه، اسك واش راهي دير هنا. المهم يحوسوا يفهموا، كانوا متعجبين من الوضعيه. مي من بعد كي فهموا بلي انا صاحبه مؤسسه وراني نخدم بالكاميون تاعي، الحمد لله يعني تفهموا الوضعيه ولو يشوفوني عادي. انا في سنشوفها بعد 10 سنوات ان شاء الله، هي لحيات ان شاء الله تكبر المؤسسه نتاعها وتغير يعني من نمط النظافه هذايا وترجعوا للاحسن. الكلمة الأخيرة نتاعي هي موجهة يعني لي سيتوايان، ماذا بينا برك تشوفوا العمال النظافة هذوما باللي راهم عباد كيما نتوما. يعني الديشي نتاعكم تحطوه في ساشيات وتغلقوا الساشيات وتحطوهم داخل بوبالة بدون ما ينضر عامل النظافة من الزجاج والروائح الكريهة، وكو تعرفوا توجور الساشيات تاعكم مقفولة لداخل الحاوية، ويعطيكم الصحة.